دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وهو مهاجر في سبيل الله عز وجل، فنزل في هذا البستان، بستان المستظل. فنزل في هذا المكان، نزل فيه وجلس فيه حتى ارتفعت الشمس، فخلع أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قميصه وظلل به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه بستان المستظل الذي نزل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير هذا البئر وشرب منه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. هذا المكان يا كرام اسمه بئر عذق، النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه بيده الشريفة، شرب من مائه وجلس على شفيره وهو في طريق هجرته إلى المدينة المنورة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البئر، انظر.